أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة مداهمة الميليشيا لفعالية للصحفيين اليمنيين قامتها منظمة منصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. داهمت ميليشيا الحوثي فعالية في صنعاء واختطفت الصحفيين أشرف الريفي وعادل عبد المغني، وقالت مصادر محلية أن الميليشيا داهمت فعالية كانت عن مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام، واحتجزت 20 صحفيا بينهم نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر قبل أن تفرج عن معظمهم. وأضافت المصادر أن الميليشيا أفرجت عن جميع المختطفين، فيما أبقت على الصحفيين أشرف الريفي وعادل عبد المغني بتهمة تنظيم الفعالية من دون تصريح. من جهتها دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمة مراسلون بلا حدود اختطاف الصحفيين وطالبت بسرعة الإفراج عنهم. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: إلى متى سيظل الصحفيون اليمنيون محل عبث وتنكيل الميليشيا؟ وأين هو دور المنظمات والهيئات الدولية بما يتعرض له الصحفيون اليمنيون من تنكيل من قبل ميليشيا الحوثي؟ اجتمعوا في فعالية لمناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، كانوا يدركون أن الحقد والكراهية قد تجسد وأصبح سلوكا يوميا تمارسه الميليشيا بحق القاطنين في مناطق سيطرتهم، لكنهم ربما لم يكونوا يدركون أنهم قد يصبحون ضحايا هذا البلاء الذي حل باليمن. ربما كانوا يرون في استقلالهم وسعيهم المحمود في التخفيف ومكافحة الأوبئة التي تنشرها الميليشيا حماية لهم، علاوة على أن نشاطهم المدني هذا مدعوما من قبل منظمة اليونسكو، وهي منظمة مرموقة معنية في جزء من نشاطها بالثقافة والآداب، وهي علوم تهدف في مخرجها الأساسي للتأصيل لمفهوم السلام، السلام الذي غادر اليمن بدخول الميليشيا إليها. الحديث هنا عن أكثر من 20 صحفيا جمعتهم فعالية صباحية في أحد فنادق العاصمة صنعاء، لكن الفعالية المدنية دوهمت من قبل جهاز الأمن القومي التابع للميليشيا، واعتقل جميع الحاضرين بأساليب مهينة وفجة. وبعد ضغط إعلامي أفرجت الميليشيا عن بعضهم، بينما أبقت على الصحفيين أشرف الريفي وعادل عبد المغني دون أسباب أو تهم، غير أن هذين الاثنين كانا ضمن من حضروا الفعالية. يوما بعد آخر تمعن الميليشيا في التضييق على السكان القاطنين في مناطق سيطرتها، كثيرون يرون أن هذه المحافظات تحولت إلى سجون كبيرة تصورها الميليشيا بالخوف وبالاعتقال والقتل. أبدأ النقاش مع ضيفنا من صنعاء نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر. أهلا بك أستاذ عبد الباري. أحمد وسهلا. كنت أحد الحاضرين في الفعالية اليوم ضمن 20 صحفي في العاصمة صنعاء. أستاذ عبد الباري، ما الذي حدث اليوم في صنعاء؟ الذي حدث يعني كما تفضلتم يعني وأشرتم في التقرير، كان هناك بالفعل في إعلان عن بدء نشاط ضد خطاب الكراهية، وكان الإعلان يتضمن مبادئ موقف ضد إعلان الكراهية، الكراهية التي يسجلها الخطاب المنتشر الآن في الإعلام يعني في اليمن ومن حول اليمن، وهذا خطاب مدمر، خطاب تكفير، خطاب تقويم، خطاب يعني بالفعل يضع الناس في خانات ويحكم عليهم بالإعدام. وطبعا طرحنا أن هذا الخطاب دائما أول الحرب كلام، الحرب أولها كلامه، ودائما يعني بالفعل هذه الصفات والنعوت التي ترصد بالناس تعمق الفتن والفرقة والطائفية والجهوية والقبلية وتدفع بمزيد من الاحتراب، وأن ما دمر المنطقة العربية في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في مصر، وهذا الخطاب العنجهي، الخطاب المتعالي وخطاب العصبيات ما قبل التاريخ، وأن هذا الخطاب يعني آثاره مدمرة على المجتمعات العربية، ولا بد من خطاب آخر مغاير ومختلف، خطاب التسامح، خطاب الوحدة الوطنية، التصالح، التعايش، القبول بالآخر. فبالفعل يعني كنا 20 صحفي، اثنين من زملائنا الصحفيين عادل عبد المغني وأشرف الريفي لا يزالون يعني في الأمن القومي، وطبعا في بقاء اعتقال هؤلاء الزملاء اعتقال لنا جميعا. طيب كيف تم الإفراج عنكم ولماذا بقي أشرف وعبد المغني محتجزين في الأمن القومي؟
عادل عبد المغني والزميل أشرف كانوا المنظمين للفعالية. وطبعا واضح احنا عندما خرجنا كان الاتفاق نخرج جميعا ولا يبقى، وبين ساعة وأخرى يبلغونا أنهم سيفرجون، ولكن حتى الآن لم يفرج عنه. طيب هذه الفعالية بالتنسيق مع اليونسكو، هل هناك أي ضغط تمارسه هذه المنظمات تحديدا اليونسكو، أم ربما فقط اليوم قدرة وسطوة ميليشيا الحوثية فقط محصورة على اليمنيين يعني؟ يا سيدي الخطاب الكراهية موجود لدى الحوثيين وموجود لدى الأطراف الأخرى، موجود لدى أطراف الحرب وموجود لدى الأطراف الداعمة للحرب والمنخرطة في الحرب أيضا على اليمن. هذا الخطاب هو الذي دمر المنطقة ويدمر اليمن. فالزملاء أشرف وعادل هما المنسقين مع اليونسكو، اليونسكو أيضا بالتأكيد يعني عمل من هذا النوع ما لن تقبل به، ولكن الجماعة يتصرفون بعيد عن الرأي العام الدولي، الرأي العام الوطني، بعيد عن أي اعتبار. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمني نبيل الأسيدي، ينضم إلينا من سويسرا. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. كيف تابعتم ما حدث للزملاء الصحفيين اليوم في العاصمة صنعاء؟ أولا نقول للأستاذ القدير أستاذنا عبد الباري طاهر الحمد لله على السلامة، ونتمنى له السلامة الدائمة وألا يناله مكروه أبدا يعني. وأيضا أتمنى لزملائي الآن الذين اختطفوا أشرف الريفي وعادل أن يتم الإفراج عنهم بسرعة يعني. الفكرة هنا فيما يخص الاعتداء على منظمة مجتمع مدني وأيضا على فعالية يعني كانت أمام الرأي العام في فندق لم تكن يعني أدواتها حربية، أو بل كانت تحاول إخراج منظومة أفكار جيدة من أجل التقارب ومن أجل نبذ العنف والكراهية وتوحيد يعني، وأيضا إضفاء إعادة الروح إلى الكلمة الحرة من خلال بعض الأفكار التي تمنع الكراهية التي حاصلة الآن. ما يحصل الآن في الصحافة اليمنية أنها تحولت من أقلام إلى بنادق، وتحولت الصحف وما تبقى من الصحف أو ما تبقى من وسائل الإعلام تحولت إلى إعلام حربي. للأسف الشديد نحن الجميع يعني نسهم بشكل أو بآخر بهذا الخطاب المنحدر إذا الكراهية الحاصلة. طبعا هناك جزء آخر، هناك سعار من قبل الميليشيات الحوثية إذا الصحافة والصحفيين يعني. صحيح أن الجميع يعتدي، جميع كل الأطراف لديها عداءات مفرطة مع الصحفيين وقامت بالعديد من الانتهاكات إزاءهم، لكن هناك سعار من قبل جماعة الحوثي إزاء الصحافة والصحفيين بشكل عام. في نفس اليوم صباح اليوم أيضا مع اختطاف الزملاء العشرين، هناك أيضا تم الاعتداء على زميل شوقي العباسي من صحيفة الثورة أمام منزله، تم الاعتداء عليه وعلى ابنه، وأصيب أحد أشقائه بطلق ناري. أيضا قبل يومين في مدينة الحديدة تم اختطاف 3 من الشباب الناشطين إعلاميا وهم من طلاب مستوى رابع قسم الصحافة في قسم الصحافة في جامعة الحديدة، تم اختطافهم ولا أحد يعرف إلى الآن مصيرهم. حتى الآن هناك توحش دائم إزاء الصحافة. الخطابات المتكررة لعبد الملك الحوثي ولغيره من القيادات التي تتهم دائما الصحفيين بالعملاء والمرتزقة والخونة، وليس هذا الخطاب الوحيد أو أول خطاب حينما قال بأنهم أخطر من المقاتلين في الميدان، لكن عشرات الخطابات التي تحدثت عن الصحفيين بلغة عدائية هي من أدت إلى أن الجميع الأجهزة القمعية الآن التي تسيطر عليها الميليشيات في صنعاء أو سلطة الأمر الواقع أصبحت لديها عداء يعني مثل ما نقول أنه عداء، أصبح عداء جزء من شخصيتهم، جزء من شخصية الحوثية إزاء الصحافة والصحفيين.
طيب اعود ابقى معي استاذ نبيل، اعود للاستاذ عبد الباري طاهر. اذا نبيل الاسيدي يوصف تعاطي الميليشيا الحوثي مع الصحفيين بانه ربما حاله توحش والسعار وضيق من الصحفيين والحريه الصحفيه داخل العاصمه صنعاء. لماذا كل هذا الضيق من قبل ميليشيا الحوثي بحريه الصحفيين، ولماذا تناسبهم هذا العدو وهذا البطش في التعامل والتعاطي معهم؟ يا سيدي العزيز، هذه الحرب الرصاصة تخرج الكلمة. الرصاصة الذي تقتل الإنسان تقتل الرأي وتقتل الكلمة وتصادر الحرية الرأي والتعبير وتصادر الحياة نفسها. أنا ألقيت كلمة في الملتقى في ملتقى اليوم وقلت لهم ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن توزع طرود على رئيس الجمهورية بيل كلينتون وزوجته هيلاري ويعني أوباما وشخصيات مهمة في الولايات المتحدة، ثمرة الخطاب الشعبوي الذي يقود ترامب. ما حصل أيضا لجمال خاشقجي، جمال خاشقجي الخطاب المكفر المخون وخطاب بالفعل الإقصائي أدى في نهاية المطاف إلى قتل هذا الصحفي. ما يجري في اليمن أيضا يعني هو إلغاء للحياة، إلغاء للصحافة، إلغاء لحرية الرأي والتعبير. والآن اليمنيين كلهم الآن لدينا 13 صحفي من 3 سنوات لا يزالوا يعني مختطفين. هناك صحفيين طبعا فقدوا أعمالهم، هناك فقدان مرتبات. لازم يكون مركز على قضيتين، قضية الحرب والجرائم الناجمة عن الحرب، وقضية أيضا تشكيل لجنة دولية محايدة مستقلة تحقق في كل جرائم الحرب، جرائم الحرب الأهلية الداخلية وجرائم الحرب أيضا المفروضة على اليمن. لابد من إدانة هذه الحرب وما يترتب عليها، وأيضا نوقف ضد يعني مصادرة حرية الرأي والتعبير، ضد خطاب الكراهية، ضد العنف والدعوة إلى العنف، لأن بلدك اليمن بحاجة إلى أمن وسلام واستقرار. يعني أستاذ عبد الباري، أن تريد أن تقول أن اليوم ما يحدث في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من بطش بالصحفيين هو نتيجة وثمرة للخطاب التعبوي من زعيم ميليشيا الحوثي والقيادات الأمنية والعسكرية التابعة للميليشيا، ونتيجة أيضا طبيعية لتعاطيهم مع الصحفيين؟ بالضبط، يعني هذا الخطاب الداعي إلى الكراهية وإلى العنف وإلى الحرب هو يعني ثمرة من ثمار هذا الذي يجري في البلاد، هذا الذي يجري في البلاد قتل صحفيين، مصادرة الحرية العامة، إلغاء الحياة برمتها. البلد الآن يعني في التقارير الدولية لدى المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تمثل أسوأ كارثة على وجه الأرض. يعني هذا البلد الآن الكارثة في المجاعات الذي تطال 22 مليون حسب تقارير دولية. البلد الآن الذي تجتاحها الأوبئة الفتاكة التي انقرضت في العالم. البلد الآن الذي القتل فيها بالعشرات الآلاف والمشردين بالملايين أكثر من 3 مليون. حرب بالفعل يعني تدمر بلد إمكانات محدودة وقدراتها ضعيفة، ومع ذلك للأسف الشديد لاحظ كيف اهتم العالم بقضية جمال خاشقجي، وهذا شيء جميل ورائع، وإحنا مع هذا الاهتمام بقضية جمال، لكن قضية اليمن كل اليمن أو قضية فلسطين أو قضية يعني ما يجري في سوريا ما يجري في لبنان الاهتمام بها ضعيف، لأن السلطات فيه فاسدة ومستبدة والرأي العام أيضا فيه ضعيف للأسف. طيب أستاذ عبد الباري، أنت ربما الاسم الأبرز في ضمن الحاضرين اليوم في هذه الفعالية، الآن هل لكم تواصل مع ميليشيا الحوثي فيما يخص الإفراج عن أشرف وعادل من سجن الأمن القومي؟ ما هي الوعود التي حصلتم عليها فيما يخص، هل نتوقع إفراج قريب عنهم؟ يا سيدي احنا كنا متفقين ان لا نخرج الا جميعا، ولكن اوحوا لنا ان احنا جميعا خارجين لان بدانا نخرج على دفعات، واحتفظوا بالزميل اشرف الريفي وبعادل عبد المغني، ونحن نتواصل مع الجميع بدون استثناء، وبين دقيقه واخرى يعدون بالافراج عنهم، ولكن حتى الان لم نفرج عنهم. طيب ما هي خطواتكم فيما يخص التصعيد للإفراج عنهم؟ يعني هل إلى متى ستظلون في انتظار هذه الوعود؟ يا سيدي احنا سلاحنا الكلمة ولا نمتلك غير الكلمة، الكلام الذي نقوله نواصل أن نقوله ونواصل أيضا على حق الناس في حرية الرأي والتعبير، في عقد الاجتماعات، في الندوات، في نقاش الآراء،
في إدانة الحرب ومقرم الحرب، يعني هيظل هذا سلاحنا في مواجهة الدفاع عن أنفسنا وزملائنا والدفاع عن البلد أيضا. نقيب الصحفي الأسبق عبد الباري طاهر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. أعود للأستاذ نبيل الأسيدي. أستاذ نبيل، لماذا كل هذا التنكيل بالصحفيين اليمنيين من قبل ميليشيا الحوثي؟ أعتقد أنه السؤال يعني ربما إجابة واضحة منذ 4 أعوام، يعني منذ انطلاق الحرب أو منذ ظهور أو جماعة الحوثي واستيلائها على السلطة. هذه الجماعة أولا لديها عداء مع حرية الرأي والتعبير ومع الصحفيين، لأن أي جهة تريد أن تقوم بانتهاكات ضد الصحافة ضد المجتمع بشكل عام لابد أن تقمع الحرية الصحفية في البداية، تقمع الأصوات الصحفية من أجل أن تمارس كافة الانتهاكات، لا أحد ينقل ما تفعله، وأيضا تغتال الشهود يعني وتحجب الحقيقة. هذا ما تريده من خلال حالة القمع المتعالية إزاء الصحافة والصحفيين، يعني دمرت وسائل الإعلام كامل، استولت عليها، حولتها إلى إعلام حربي. بقية الصحفيين في العاصمة صنعاء بدون رواتب حتى الآن، لا أحد يجرؤ على الحديث لأن الحوثيين أصبحوا نموذج واضح للعنف المفرط إزاء الصحافة والصحفيين. الخطابات المتكررة التي جعلت جزء من الشخصية الحوثية هو العداء للصحافة والصحفيين. أيضا إلى أن هذه الجماعة هي ميليشيا، والميليشيا دائما هي خارج إطار القانون وخارج إطار الأخلاق وخارج إطار أيضا الملمح أو المعلم الدولي والإقليمي وأيضا الالتزام بكل أي قوانين داخلية كانت أو محلية. أضف إلى ذلك أن حالة الحرب دائما تفرز يعني أبشع ما في الإنسان، من وبالتالي هذه جماعة بشعة في الأساس، وأفرزت أيضا هذه الحرب يعني ما نقول أنه تراكم لحالة البشاعة لديها عكستها على الصحافة والصحفيين. ما حدث أيضا قبل اجتياح العاصمة صنعاء، الجميع يعرف ما كان يحدث في صعدة حينما سيطرت على المحافظة وأيضا أطبقت الأنفاس ومنعت الكلمة واعتدت على الحرية العامة والحرية الشخصية. فمبارك بحرية الإعلام التي تنقل هذه الجرائم. صحيح. هم لا يريدون إلا أن يرسلوا صوتا واحدا وهو صوت الحرب وصرخاتهم التي يرددونها فقط. طيب نشرك معنا أيضا بالنقاش الكاتب الصحفي أحمد شوقي، أحمد من تعز، أهلا بك أستاذ أحمد. كيف تتابع ما حدث اليوم للزملاء الصحفيين في العاصمة صنعاء، وأيضا حتى اللحظة ما زال أشرف الريفي وعادل عبد المغني رهن الاعتقال، هل تتوقع أن يتم الإفراج عنهم؟ اولا يعني اود ان اعبر عن الغضب والحزن الشديدين لما جرى اليوم في صنعاء من اعتقال لمجموعه من الصحفيين الذين كانوا ينظمون فعاليه حول خطاب الكراهيه. واعتقد ان ما حدث اليوم اكبر دليل على ان الحوثيين يعني اعترفوا بفعلهم الاجرامي اليوم انهم هم المقصودون او انهم هم من يمثلون خطاب الكراهيه. و يعني واذا كان تم الافراج الان عن 18 من عدد 20 صحفي مستطاف، فسبق الحوثيين 2 من انزه وانظف وانبل وافضل واكثر الصحفيين مهنيه على الاطلاق. الاستاذ اشرف الريفي والاستاذ عادل عبد المغني هما من الصحفيين المعروفين في المستوى المحلي ومشهود لهما بالكفاءه والنزاهه والالتزام وبالمهنيه والاخلاق الصحفيه العاليه. وهما يعني من الكوادر او الكفاءات والقامات الصحفيه التي نعتز بها ونفتخر بزمالتنا معها. لكن المأساوي اليوم ان يحدث هذا الفعل يعني في وقت يعني اصبح الوضع فيه شبه مكشوف للعالم، ولا نحتاج الان الى التذكير بعمل الميليشيا. ثم يعني اجد ان القضيه يعني حتى الان خلال الساعات الماضيه لم تنل حظها من الترويج والعمل الحقوقي.
فهذه هذا التواطؤ وهذا التستر الذي يمارسه للاسف البعض من النشطاء من يدعون انهم نشطاء حقوقيين، المنظمات الحقوقيه في صنعاء سواء يعني منظمه حظيه ولا عبد المجيد ولا اي واحد من هؤلاء الذين لا يبخلون بالمعلومات المضلله والتقارير المكذوبه ويعني الشغل الذي هو اشبه بالعمل الاستخباراتي اقرب للعمل الاستخباراتي من هو العمل الحقوقي، ثم امام هذه القضايا يعني يترددون ويعني يتجهمون ويعني سواء يتعاملون معها بمنشور فيسبوكي او على تويتر على يعني موقع تويتر. قضيه عن الشرعبي الى اليوم شهر ونصف او اكثر ولم يتم اثارتها ولم يتم التعامل معها، لمن نتخاطب؟ من مع من نتحدث من هؤلاء الناس الذين يتم اعتصافهم بهذه الطريقه الهمجيه والبربريه؟ اعتقد ان اشرف يعني الريفي يعني هل تعتقد استاذ احمد ان هذه المنظمات الموجوده في العاصمه صنعاء والتي تعمل في المناطق الخاضعه لسيطره ميليشيا تستطيع عمل فارق من باب الضغط على الميليشيا؟ نعم هي متسترة قطعا. نحن رأينا هذا في قضية عين الشرعبي، ورأينا هذا في قضية الاعتداء على طلاب جامعة صنعاء، ورأينا هذا في كثير من القضايا الحقوقية التي هي من صميم عمل هذه المنظمات. صميم عمل هذه المنظمات هي أن تقوم بإعداد تقارير حقوقية عن الانتهاكات، وكذلك أن تعرض عن قلقها وأن تعمل على إخراج المعتقلين والدفاع عن المنتهك حقوقهم، وليس أن تعرض تقارير استخباراتية وتقارير سياسية الهدف منها العمل لصالح المجموعة الكهنوتية السلبية الصهيونية التي تمارس العمل القمعي والوحشي هذا على زملائنا في صنعاء. إخواننا في صنعاء كذلك السلطة الشرعية هي شريكة في هذه القيمة. هؤلاء الصحفيين هم في النهاية يعني حملة أقلام وباحثون عن الحقيقة، لا يجدون فرصهم في العمل ولا في الحياة في ظل نظام قمعي وفاشي وديكتاتوري وتسلطي ويازي وإرهابي كالنظام الحوثي. لماذا لم تكن إلى الآن لا السلطة الشرعية ولا المنظمات الدولية ولا المنظمات المعنية بالصحافة ولا أي هيئة دولية أو إقليمية أو يمنية قامت بواجبها تجاه الصحفيين اليمنيين في تأمين حياتهم وفي تأمين عيشهم وفي تأمين استقلاليتهم؟ الآن الصحفيين للأسف بكل أسف تحولوا يعني الغالب منهم تحولوا إلى مرتزقة سواء في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، وأفسدوا على من هذا الصحافة وأفسدوا حتى الزمالة من القبيلة الصحفية والمجموعة الصحفية. هؤلاء الذين كان بيدهم أن يساعدوا هؤلاء الأشخاص ليحافظوا على استقلاليتهم، أشرف الريفي وعادل عبد المغني مكثا في صنعاء ليحافظوا على استقلاليتهم ولكي لا تضطرهم الظروف للخضوع إلى الوقوف مع هذا الطرف أو ذاك. هؤلاء الصحفيين يعني من أنبر وأنزه الصحفيين وكذلك من كان معهم من تم اعتقالهم اليوم ثم الفرق عنهم بعد سويتهم من أفضل وأنزه الصحفيين، وبالتالي كل ذنب هؤلاء الناس أنهم اختاروا البقاء في وطنهم واختاروا أن يحافظوا على استقلاليتهم واختاروا أن يعملوا بإخلاص وبأمانة وبإخلاقية، ثم تأتي هذه الجماعة الملعونة هذه الجماعة الخبيثة هذه الجماعة الكهنوتية هذه الجماعة البارقة القاتلة الإجرامية لتعتقلهما. أنا أتوقع أن أشرف الريفي وعبد المغني مستهدفان بشكل خاص وبشكل شخصي، وأتوقع إذا لم تكون هناك وقفة جادة مع هؤلاء سوف يتم يعني التنكيل بهما أقصى التنكيل. ثم أيضا لدينا قضية عن الشرعبي وهو لا يتخير عنهما في نزاهته وفي أمانته وفي مصداقيته وفي جديته وفي يعني قيمه الوطنية العليا. اليوم لنا شهر ونصف ولم يقم شيء من أجل عن الشرعبي، والآن لنا الآن يعني شوية يعني من الظهيرة وحتى الآن ولم يفعل شيء من عادل عبد المغني أو أشرف الريفي باستثناء التصريح الذي أصدرته منظمة مراسلين بالحدود. إذا من الذي يفعلون في هذه الحالة؟ علينا أن نعتبر كل هذه المهام، يعني أعتقد أن هذا إهانة وسب في حق البلد وفي حق الصحافة وفي حق اليمن وفي حق الإكرام حتى أن يتم الاعتداء على شخصيات جسيمة وبريئة ومسالمة ومصداقة وأخلاقية تحترم مثل عادل عبد المغني ربما أبلغ تعبير ربما وأبلغ صورة على حالة الحنق اليوم ومن التضييق على حرية الصحفيين. ربما الصوت الذي استمعنا إليه الآن من الأستاذ أحمد شوقي أحمد يعني ربما هذا التعبير يبدو واضح ربما عن حالة الحنق من قبل ميليشيا الحوثي وتصرفاته مع الصحفيين. شكرا لك أستاذ أحمد شوقي أحمد من تعز، وأختم مع الأستاذ نبيل السيدي. ربما استمعت للأسئلة التي طرحها الأستاذ أحمد شوقي من تعز حول عدم التفاعل والتعاطي الجاد من قبل المنظمات والهيئات الدولية مع وضع الصحفيين اليمنيين الذين يتعرضون لانتهاكات ربما أخطر ما يتعرض لها الكثير من الزملاء حول العالم. ويظل السؤال، لماذا لا يتم التفاعل والتعاطي بشكل جاد وحقيقي مع قضايا الصحفيين اليمنيين؟ طبعا يحق للزميل أحمد وغيره
أن يكون هذا الحمق وهذا الغضب وهذا الألم والوجع من أجل زملائي يعني. وللأسف الشديد يعني نقولها صراحة، إذا ليس الصحفيين وحدهم من خذلتهم المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي، ليس الصحفيين فقط في اليمن، لكن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والدول الراعية والدول المعنية حتى بحقوق الإنسان أو المتشدقة بحقوق الإنسان كلها خذلت اليمن والشعب اليمني برمتها. للأسف الصحفيين هم جزء مهم صحيح، لكن هناك خذلان كبير للمجتمع اليمني وللشعب اليمني وللمأساة اليمنية. يعني أتمنى أن يقول يعني ولو أن هناك 10% من الاهتمام الذي حظي به جمال خاشقجي أن يحظى به أي صحفي في اليمن أو الصحفيين بحمتهم. نحن لدينا 30 صحفيا تم قتلهم خلال 3 سنوات، لدينا أكثر من 160 صحفيا تم اعتقالهم واختطافهم لفترات مختلفة خلال 3 سنوات، لا زال للآن 14 صحفيا مختطفا. وحيد الصوفي ما زال مخفي قسرا لا نعرف مصيره، وربما تم تصفيته أيضا من قبل ميليشيات الحوثي منذ 3 سنوات وأكثر. أيضا الزميل محمد المقري في حضرموت اختطفته القاعدة من المقلة ولا نعرف مصيره حتى الآن. هناك الكثير من الانتهاكات والجرائم في حق الصحافة والصحفيين، لكن مهما كانت الأصوات في الداخل متألمة أو موجوعة، إلى أن القضية هي أكبر من قضايا حرية الرأي والتعبير. أشكرك. للأسف الشديد اليمن في دوامة الصراعات الإقليمية والحسابات الإقليمية والصفقات الإقليمية، وبالتالي ستكون هنا مشكلتنا الرئيسية، أننا يعني وقعنا في هذا الشرك الإقليمي الذي يبحث عن مصالحه من خلال ساحة معركة بديلة اسمها اليمن، وبالتالي فنحن الضحايا والمجتمع اليمني هم الضحايا. وللأسف الشديد الأشقاء لم يراعوا حرمة لنا، ولا حتى إخواننا في الداخل الحوثيين وغيرهم دمروا كل شيء من أجل منطق سلالي ومنطق الاستيلاء على السلطة، ومن الأفكار الرجعية التي انتهت ونسيها الشعب اليمني. للآن أعاد لنا إحياء الكثير من النعرات التي كانت قد انتهت بسبب هذه اللغة المتعالية ولغة الإقصاء والحقد وغيرها من يعني الوسائل التي مزقت النسيج الاجتماعي في اليمن. أشكرك أستاذ نبيل السيدي، شكرا جزيلا لك. نحن ضحايا في الداخل ونحن ضحايا في الخارج. شكرا جزيلا لك عضو مجلس نقابة الصحفي اليمنيين، كنت معنا من سويسرا نبيل السيدي، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء زميل مهرب المتشي.